السلام عليكم. بون رانا في واحد الطريق في واحد الظاهرة جد غريبة، يقول لك الأشياء تمشي فيها أسجادية، بمعنى الطريق جات عقبة تحط حاجة فيها تطلع مشي تخبط. هاد الطريق جات بين بلدية تونان وشاطئ ولاد بن عايد اللي حنا نسموه البحيرة في ولاية تلمسان. دونك كل واحد واسم يقول هاد الظاهرة، كان اللي يقول مجرد خدعة بصرية، كان اللي يقول بلاصة مسكونة، وكان جابت حصة النهار هادي عام ولا عامين، جابت مع مهندسين جيولوجيا وجاو درسوا هاد الظاهرة، وعلى حسب مهندسين الجيولوجيا قال لك هادي مجرد خدعة بصرية، سببها لي زوبستاك تاع هاد الإيطالو اللي كان يقول لهم وري لهم الطريق والإيطالو وري لهم. بون قال لك مجرد خدعة بصرية، وانا تانيك على حسب الراي تاعي راني مع المهندسين الجيولوجيا، تبان لي مجرد خدعه بصريه على حسب رايي، بصح ما نعرف. انا قلت قبل ما ندير التجربه راني نقولها، بصح كي ندير التجربه مانيش عارف. حنا كمهندسين طوبوغرافيين قلنا نثبتوا هذا الظاهر اسكو حقيقه سي فري اشياء تجيب عكس الجاذبيه، ولا كما قالوا المهندسين الجيولوجيا مجرد خدعه بصريه، ولا كما قالوا الناس مسكونه. حنا غادي نثبتوا هذا الشيء. باش نثبتوا هذا الشيء جبنا معنا ستاسيون توتال، ورينا معرفين بالستاسيون تاعنا ستاسيون توتال سوفيستيكي، تكنولوجيا جد عالية، آخر تكنولوجيا، دونك هنا غادي نثبتوا هاد الظاهرة ونشوف اسكو هادي حقا عقبة ولا حدود. تفضل معايا سي مخرج، وفد لك بزاف. سي نور الدين، غادي حنا هاد التجربة نديرو تجربة تقليدية كيما دارو الناس اللي قبلنا، ونشوفو هاد القرعة كيفاش تمشى، وحنا موراها غادي نتبعو نفس المسار اللي تمشات فيها القرعة، غادي نتمشاو فيه حنا بستاسيون طوطان تاعنا، ونشوفو اسكو النيفو يطلع ولا يهبط. تفضلو معاه. تفضل أستاذ. شكرا. كان سي نور الدين كنجربوها من البداية ياك؟ جربتها أستاذ. أستاذ. تجري استاذ، العقبه طلعت تجري. مازال ما عرفناش العقبه ولا حدود، هي تمشات، والحاجه اللي تلفت الانتباه تمشات بسرعه كبيره، سرعه فائقه. دونك حنا غادي نعرفوا اشكو طلعه ولا هبطه، ولا تحب سي نور ديزيلو نجربوها بالسياره باش الناس تتاكد مليح. واه استاذ. اخي تقدر تجيب السياره تاعك لهنا؟ سي نور الدين تقدر تصوروا من هاد الجهه منا؟ جيب هنا من قلعه القرعه وفريني قاريها هنا وفريني، ومن بعد تلق بلا ما تكسيري بلا ما دير اي حاجه. واه سي بون. السيد ما راهش مكسيري، هذه يعني باينه راه تمشى وحدها السياره. دونك سيبو بارك الله، بارك الله في الاخر. كما شفتوا حتى السياره تمشات، والسيد كان راكب فيها وخايف تلونسي بها، علاش كان موجد روحو. دونك حنا نفس المسار اللي خداتو القرعه والسياره غادي نرفدو بالستاسيون توطان تاعنا، ونشوفوا اسكو النيفو يطلع ولا لا. طلعت من السيارة ياك؟ هنا؟ هبل من تحت شوية. واه. نرفدو أول نقطة منا، سي نور الدين حنا باش نشوفو النقطة تاعنا. بون، هادي النقطة رقم واحد. بون، هنا راه يقول لك الارتفاع 433.60 على مستوى سطح البحر. لخاطرش أنا هنا رفدنا هنا لي كوردوني جيوديزي، إحداثيات جغرافية. وها هما الناس اللي يبغي يماركيهم باش الناس اللي يحب يعرف هاد يجي لهاد المنطقة، هادو هما لي كوردوني تاعها. بهادي كوردوني تقدر توصل لهاد المنطقة، ومرحبا بكم. بون نزيدو نرفدو النقطة الثانية. بون كانت عندنا ليهن 433.60، دروك 433.69، سي نور الدين زادت 9 سنتيم. في مسافة 3 مترات؟ في مسافة 3 مترات، صافي دير لا دينيفلي راه كبير هنا.
صافي هنا لابونترا كبيره ومع ذلك القرعه طلعت تمشات دوك ما طلعت في العقبه هذه النقطه الثالثه. سبحان الله سبحان الله زادت 10 سنتيم واحد اخرى 433.81 سبحان الله. دونك سي نور الدين القرعه ما كانش تهبط كتطلع تطلع سبحان الله العقبه والعقبه طلعت دونك ما كانش اي شك. حنا رانا درنا الكره جينا لهنا باش نثبتوا هذه النظريه وثبتناها علميا وطوبوغرافيا دونك ما كانش اي مجال للشك. دونك اي انسان اي واحد راه عنده شك وراه يقول لك هذه البلاصه مجرد قرعه بصريه ولا يقول لك هذه البلاصه مسكونه انا نقول لكم باللي انا ثبتناها طوبوغرافيا وهذه البلاصه سيفري عقبه والاشياء راه تجري عكس الجاذبيه شراكين من تحت ما على بالناش. وسي نور الدين نقدر نعرفهم بالمكتب نتاعنا ربما كان اللي بغى يزورنا كان اللي بغى يسال ولا مرحبا بسي نور الدين وريهم تفضل استاذ. تفضلوا بون نعرفكم بالمكتب نتاعنا مكتب الهندسه والدراسه الطوبوغرافيه الاستاذ خاطر صالح اختصاص في الهندسه الطوبوغرافيه. الرقم نتاعنا هذا ماشي اللوغو نتاعي هذا اللوغو نتاع واحد الشركه جايه في بيرو في امريكا اللاتينيه مختصه في الطوبوغرافيه. انا كمهندس نمثلها هنا في الجزائر ونمثلها في اوروبا دونك مرحبا بكم. بون اللي بغى يزورنا مرحبا به ونقول لكم بارك الله فيكم والمره اخرى ان شاء الله. وتذكر استاذ هذه الحصه فات في رحاله إيه؟ في حال فات في رحاله في التسعينيات على القرن الماضي كانوا جاو داروا نفس التجربه اللي داروها لحصه النهار جاو شافوا وجاتهم حاله غريبه الى حد الان صار هذا السائل دروك ما غاديش كاش اللي غادي يزيد يتساءل باللي هذه سيفري هذه عقبه والاشياء تجري عكس الجاذبيه. شكرا استاذ.